باعتقادي توقيع الاتفاق النووي الحالي عن طريق الرئيس الأمريكي بايدن هو تسليم للعراق أو المنطقة لإيران. أصبحت أيادي إيران في المنطقة قوية جدا، تضرب في كل مكان هي تريد. لم يكن هناك ردع أمريكي حقيقي موجود على واقع على الأرض، لم يكن هناك تصدي أمريكي لكل العمليات الاعتداء التي قامت عليها اللي قامت بها إيران والتي قامت بها الميليشيات التابعة لإيران. هناك استهداف مباشر لعمليات للمراكز الدبلوماسية الأمريكية في العراق، لم يتم الرد على هذه الاستهدافات، لم يتم الرد على جميع الاستهدافات التي حدثت داخل المواقع الأمريكية في العراق، بل إن الولايات المتحدة تم إجبارها من قبل البرلمان العراقي، تم التصويت على إخراج الولايات المتحدة من العراق، وبالتالي العراق قام بتوقيع اتفاقيات أو قام بعمليات مفاوضات رسمية بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية في عهد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، وبالفعل انسحبت جميع القوات العسكرية من العراق وبقي فقط المدربون الدوليون والمدربون الأمريكيون. إذا نحن أمام حقيقة عدم وجود ردع أمريكي حقيقي في هذه المنطقة يوقف من الأعمال العدائية لإيران. هناك أكثر من كما ذكرت حضرتك، زادت بنسبة 400% العمليات الحرس الثوري ضد المواقع الأمريكية والمواقع التابعة لقوات أو لدول صديقة للولايات المتحدة الأمريكية، ولم نجد أي رد حقيقي أمريكي باتجاه هذه العمليات، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية الآن تفاوض لإخراج الحرس الثوري الإيراني من الإرهاب. بعد كل عمليات الاستهداف التي وقعت على الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية الآن تفاوض لإخراج إيران من الإخراج الحرس الثوري الإيراني من قائمة الإرهاب. إذا نحن أمام عمليات دبلوماسية إيران أمريكية تريد التوقيع على الاتفاقية الإيرانية والانسحاب من المنطقة. صح أن وزير الدفاع الأمريكي يريد أن يبقى في المنطقة، ولكن باعتقادي لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية، لا تستطيع الإبقاء على أكثر من المدربين الدوليين، والمدربين الدوليين وجودهم في العراق ووجود معنوي أو لخدمة القوات العراقية أو لخدمة الاستخبارات العراقية عن طريق المعلومات التي تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تقديمها إلى جهاز مخافحة الإرهاب وإلى الأجهزة الاستخباراتية العراقية. بالتالي الانسحاب الأمريكي من العراق من الممكن أن يكون فعلا وواقعا بغض النظر عن تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في السابق. صرحت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستبقى في العراق، ولكنها بالتالي انسحبت بالكامل ولم يكن هناك أي تواجد إلى القوات الأمريكية، وعاد التواجد كما تعلم ويعلم الجميع في عام 2014 بعد احتلال داعش في لمساحة ثلث العراق. وهذا أيضا خطر، انسحاب الولايات المتحدة من العراق من الممكن أن يكون أن يعيد حسابات داعش، ومن الممكن أن يعيد سيطرة داعش على كثير من المناطق أيضا. كما نعلم حاليا داعش تقوم بالكثير من العمليات، لديها سيطرة على الكثير من الأماكن داخل العراق، لديها سيطرة في التواجد كبير في وادي الشاي، ولديها تواجد كبير في وادي مكحول في على جبال مكحول. هناك الكثير من الأماكن التي يتواجد فيها داعش، وبالتالي حاجة العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجهد الاستخباراتي الأمريكي وإلى جهد الأقمار الصناعية استخبارات الإشارة هو جهد العراق لا يستطيع الاستغناء عنه. ولكن ليس كل الأمور تجري كما تريد الولايات المتحدة. كما علمنا وكما يعلم الجميع تأثير ولايات إيران داخل العراق، التأثير السياسي الإيراني داخل الحكومة العراقية أو داخل المنظومة السياسية العراقية هو تأثير كبير. تأثير الأمني الإيراني والتأثير العسكري الإيراني داخل المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية هو تأثير كبير. لدى إيران لديها لدى طولة هناك الكثير من العمليات. هو تم استهداف بيت منزل رئيس الوزراء ولم يستطع الولايات المتحدة أو حتى رئيس الوزراء من الرد على هذه الاعتداءات. إذن إيران لديها اليد الطولة في كل شيء، وبالتالي ليس كل ما تريده الولايات المتحدة تستطيع تحقيقه. طيب ولكن عفوا سيد مجاهد،